أهلا بالمشاهدين، نواصل مدنا المباشر ونستمر في عافية المشاهد الكريم. نحاول بكل فترة أنه نوازن ما بين ضيوف داخل الاستوديو وأيضا كاميرا قناة الشروق تزور العيادات حتى أنه تتعرف ميدانيا على طبيعة عمله، وبالتالي برضو تحاول تتعرف بشكل كلي على معظم الأمراض اللي بنحاول من خلال صباح الشروق أن نتوصل لحلول مناسبة. صباح الشروق اليوم الحديث عن المخ والأعصاب في جوانب مختلفة ومعاني فضفاضة، حنتعرف على أكثر من خلال هذه المساحة مشاهدين. نتكلم شوية عن اضطرابات العمود الجهاز العصبي وأمراض النخاع الشوكي، اللي هي بتكون يعني ممكن تبدأ من الآلام، اضطرابات الإحساس كلها، إذا كانت عندها علاقة بالنظر، إذا كان عندها علاقة بالسمع، إذا كان عندها علاقة بالتذوق كويس، لأنه أساساً الجهاز العصبي بيتكون من جهاز مركزي وجهاز عصبي طرفي، فكل حاجات بتدي مدلولات من ناحية أعراض وشواهد. فالألم ممكن يكون، عدم الاستقرار، القلق، ده كلها ممكن تكون جزء من اضطرابات الجهاز العصبي. الشيء الثاني يعني احنا بنتكلم عليه هو اللي هو ممكن يكون بعد ذاك ننزل الإحساس، يعني عدم التوازن الحركي، الوخز، التنميل، الآلام بشقيها، يعني إذا كانت ما يخص الإحساس برضو، ده برضو بيخش في موضوع اضطرابات الجهاز العصبي. من ناحية طرفية، اختلال مثلا، اختلال الحركة، عدم التوازن، الشلل، دي كلها بتخش في احتلالات النخاع الشوكي. ممكن برضو يكون عنده حياته اللي هي تبدأ من عدم الاتزان، أو حي الألم، عدم الاتزان الحركي، الشلل، يعني ممكن من جانب واحد أو جانبين، يعني تقلص العضلات، الحركات اللا إرادية، دي كلها بتخش في مدلولات أو في شواهد وأعراض الجهاز العصبي. قد نكون نسينا حاجة مهمة جدا اللي هي قد نتكلم عنها في حلقات قادمة، هو ما يخص الموضوع بتاع الصداع وكمية من المتلازمات اللي عندها علاقة بالصداع وأنواعه وحاجاته كلها. فدي كلها بتخش في احتلالات الجهاز العصبي. الدوخة، يعني نرجع لكم بشوية تفصيل، إنه كل الأعضاء الحسية من نظر لسمع لتذوق كلها هي تحصل فيها الحاجات دي. لما نيجي نتكلم برضو عن الحبل الشوكي أو احتلالات، ممكن تبدأ من مشاكل ممكن تكون أساساً خلقية عندنا في الأطفال، الإصابة بالأنبوب النخاعي والقلل المائية.